تحدثت اليوم عن أبرز المستجدات في محافظة البيضاء. بدأت الأنباء ترشح عن وساطة قبلية في محافظة البيضاء ودخول ميليشيات الحوثي إلى المناطق التي تدور فيها المقاومة مع هذه في حمة صرار مع هذه الميليشيات. قراءتك لأبرز المستجدات مؤخرا في المحافظة. حياك الله أخي أكرم، حيا لك ضيفك ونحو المشاهدين. الحقيقة السيناريو نفس السيناريو، يعني ما يحدث في البيضاء يعني قتل وردة فعل أبنائنا، ومن ثم تدخل الوساطة ويتركوا دائما ما يتركوا ثغرة للميليشيات الحوثية لتغدر بأهلنا. الحقيقة نفس السيناريو يعني، ولا فهم الحقيقة عصبي أنا الحقيقة على أخواننا وعيالنا يعني مشايخنا يعني من أبناء جيفة الوساطة، يعني يتركوا يعني الهدنة يعني تدخلوا فيها، ومن ثم وضعوا الشروط يعني، وطلب الحوثي بأنه نريد أن نمر من قرية محمد صراحة من وسط القرية، معروف ما عندهم ضمانات، ما وضعوا ضمانات لهم. حقيقة الحوثي لن تكون هذه الأخيرة وليست الأولى. يعني هنا قد يسأل السائل، يعني ما هي الخيارات المتاحة لهم؟ يعني هل تمتلك قرية صغيرة كقرية حمد سرار كل الوسائل والأدوات التي من خلالها يمكنها أن تصمد أمام آلة عسكرية كبيرة حوثية، أم أنه ربما العقل والمنطق يقول أننا ربما نذهب إلى وساطة قبلية تحقن دماء أبناء محافظة البيضاء أفضل؟ على كل حال أخي هذا كلام العقل وكلام المنطق، ولكن يعني مع ميليشيات الحوثية والحقد الدفين على محافظة البيضة وأبناء محافظة البيضة مستحيل، إلا أن يريدوا صلح وترتيع وإذلال يعني أبناء البيضة، وكثير من قبائل البيضة لن تركع فعلا. يعني الأمور يعني ترجع لديهم أسلحة دولة يعني، واستولوا على يعني عتاد دولة يعني، والقبيلة ما معه إلا يعني بندقه وكم طلقة رصاص. على كل حال القتل سوف يستمر أخي أكرم، سؤالك منطقي، ولكن مع الميليشيات الحوثية لن تقبل إلا بإركاع، وقبائل البيضاء لن تقبل بها، ولهذا سوف يستمر القتل وردة الفعل، ومن ثم يغدر بالقبائل وسيظل الصوت مرتفع. لا، إذا السؤال هنا قيادتنا الشرعية، نحن نتبع قيادة شرعية ومواطنيها يقتلوا ويهانوا ويذلوا ويسجع والسجون ملأة يعني، وهي ملتزمة بالهدنة أمام يعني الإقليم وأمام الرباعي. إلى متى؟ إلى متى الحقيقة؟ يعني يجب أن يكون هناك ردة فعل لقيادتنا الشرعية، وهي تمتلك من الجيوش ما تستطيع أن تحمي بعض المناطق الذي يحصل نعم. الملاحظ مؤخرا سيادة حميد، يعني أنه رغم مرور ما يقارب العشر سنوات من الانقلاب الحوثي، لا يمر عام من دون أن تكون هناك ثورة في قرية أو منطقة من مناطق محافظة البيضاء، وهي رسالة ضمنيا يفهم منها أن هناك حالة رفض جماعية من قبل المجتمع البيضاني، لم يستطع أو لم تستطع بالأحرى الميليشيات الحوثية تطييف هذا المجتمع وجعله خاضع لها رغم مرور ما يقارب عشر سنوات. صحيح أخي، الميليشيات الحوثية هي تدرك من محافظة البيضة، ولذلك محافظة البيضة الوحيدة الذي أدرجت في اتفاق السلم والشراكة من 22 محافظة فقط محافظة البيضة، يعني بحجة حجج واهية، وهم يعلموا ويدركوا قبائل البيضة ودورها، ولذلك الحقيقة سيظل الصوت البيضاني مرتفع لا للظلم، وسيظل القتل والدماء يعني والاضطهاد من قبل الميليشيات الحوثية. الحقيقة الحلول يعني المنظمات الحقوقية يعني نددت، والنشطاء نددوا، وأنتم عبر وسائل الإعلام وأنت أخي أكرم وغيرك ما يستمر. رجل لا يؤمن بقانون أصلا، ما في قانون، قانون غاب هناك، وحقد الدفين تذكروا يا أخواني، حقدها الدفين على محافظة البيضاء سيستمر، على محافظة البيضاء بالذات، يعني ألبسها لبس الدواعش رغم أننا براء من هذا الكلام. سقطت المكلا عاصمة حضرموت، ولم يعني نسمع الإعلام يعني هذيك الهيلمانة، سقطت أيضا أبين وعاصمتها جعار، ولم نسمع البيضاء لم تسقط بأيدي المنظمات الإرهابية حتى مديرية واحدة، هي
يعني جماعات بلا اشعار. ورغم هذا يعني يدندل لانه يعرف محافظه البيضاء، محافظه البيضاء يعني قدرها على انها دائما تدفع المغارم دم وخارجها من المغانم حقيقه. الحقيقه كلامي يوجه الى قادتنا اللي نؤمن بهم بعد الله واملنا بعد الله بهم، يعني الحقيقه برفع هذه المظالم. الحقيقه هم الصلاه الجميع بالحادثة، يعني أبناءنا مارين في نقطة وقتل هكذا دون أي سبب، وهناك ردة فعل جرت يعني، ومن ثم تدخلت الوساطة. وأنا مدرك لو أحد يرجع إلى صفحتي أنا أقول لا تأمنوا غدر الحوثي، يعني تم قال إذا اسمحوا لنا نمر من القرية بالمر، يعني طبعا المجندات والمدارات والأطقم، يعني الحقيقة دائما ما نترك ثغرة يعني، والأحداث كثيرة 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 في كثير من مناطق اليمن وقبائل اليمن. يعني صلح ومن ثم بعد الصلح الغدر من قبل الميليشيات الحوثية. تكرار لدورات عنف متتاليه وربما بنفس السيناريو سياده العميد، يعني بالعوده الى هذه الوساطه في محافظه البيضاء، هل يمكن ان تنجح هذه الوساطه وما هي الخيارات المتاحه امام المواطنين غير انا اقولها وامركم الوساطه قد ربما يعني بالفعل يعني هم يعني عقلاء المنطقه ويريدوا ان يحقنوا الدماء من الجانبين وضع المحافظات المسيطر عليها من قبل الميليشيا، ولكن لن يوقف يعني اتفاق الحوثي ومشرف الحوثي والحوثيين يعني ويمضوا اي اتفاق. لا بد ان يركعوا، ما في كلام، لا يريدوا لقبيله ان تخرج بماء وجهها، وهنا مستحيل مستحيل ابناء قيفه وابناء البيضاء ان يركعوا، يعني لا يريد بماء الوجه يخرج وتخرج القبائل بماء وجهها. والحادثه يعني تجري مجرى القانون، ابدا مش مجرى القانون، وايضا لن يسمح لاي قبيله ان تخرج بماء وجهها. يجب ان يعلموا قبائلنا في المحافظات المسيطر عليها من قبل الميليشيا الحوثيه على انه يريد ترقيع القبيله اليمنيه. نعم، اختم معك بهذا السؤال، ونحن في صدد يعني الكثير يتحدث في صدد تسوية سياسية، هذه الانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات بحق القبائل اليمنية، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها حاليا؟ الحقيقة 10 سنوات أعتقد أنها كافية أولا لقيادتنا الشرعية يعني، وأيضا أشقائنا في الإقليم والتحالف، وأيضا للرباعية، على أنه هذه الميليشيات يعني لا تنفذ بند من بنود الاتفاقات، سواء الاتفاقيات قبليه او اتفاقيات على الدوله. يعني قبائل بجور ونكثوا فيهم يعني، والى اليوم مئات ابنائنا من ابناء حجور في السجون، يعني لا نعلم هل هم احياء ام يعني قضي الامر. يعني وايضا عندكم اتفاق ستوكهولم، وعندكم الهدنه الاولى والهدنه الثانيه، وهناك بنود يعني يلتزم بها حكومة الشرعية، تلتزم بكل بند يأتي وهو لا يلتزم. إذا هذا السؤال يوجه إلى قيادتنا الشرعية، إلى متى حقيقة؟ لأنه واليوم يفرق لنا حقيقة، اليوم عندنا مخرجات يعني سنوية عامة 10 سنوات، لا يعرفوا الجمهورية ولا يعرفوا إلا المشرف هذا، والحقيقة قنابل موجودة يعني الصبح بعد أنه قدرنا أنه لا هذه الجماعة بأفكار الدخيلة علينا ومعتقداتها المتطرفة أبدا لن تركع وتعود إلى طاولة إلا إذا تغيرت المعطيات على الأرض.